دلوقتي على التليفون عشان نتكلم معاه بقى اكيد عن اهم الاحداث العالميه الناقد عبد الرحمن فوزي صحفي في موقع في الجول. يا استاذ عبد الرحمن، نهارك ابيض وصباح الفل. نهارك ابيض يا خالد وصباح الفل على كل المشاهدين. يعني مفيش احسن منك بقى النهارده يكلمنا عن التألق بقى لنجومنا المصريين سواء فخر العرب محمد صلاح او عمر مرموش، لكن خلينا نبتدي بنجمنا محمد صلاح اللي بيكسر ارقامه القياسيه يوم بعد يوم في الدوري الانجليزي. يعني يمكن محمد صلاح بيمارس هوايته المعتادة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي طبعا ومع ليفربول بشكل عام. يعني يمكن مباراة امبارح كانت مهمة جدا بالنسبة لليفربول اللي بيقدر يستعيد الصدارة تاني، بيستغل تعثر أرسنال ومانشستر سيتي. صلاح طبعا سجل هدف الفوز، كان هدف رائع وقدر إن هو يوصل يعني ينفرد بالمركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الانجليزي، وده انجاز كبير يعني. عايزين نقول كده يعني ده انجاز كبير، يعني احنا الناس مش هتعرف قيمته غير لما ما تلاقيش صلاح تاني غير كمان 100 سنه بالظبط. بالظبط لما احنا عندنا الثامن الهدافين التاريخيين في الدوري الانجليزي، يعني شيء الناس لحد دلوقتي مش مقدره قيمته فعلا. يعني يمكن مانشستر سيتي امبارح اخيرا بقى يعني اخيرا يعني دوت ده بيخلي يعني حاجه تانية طبعا غير ان ليفربول بيتصدر، لكن بيخلي ان ارسنال بيحافظ على انجازه التاريخي بدوري لا هزيمه اللي خلاص كده اتاكدت ان محدش هيقدر يوصل له السنه دي كمان. لان مانشستر سيتي كان اخر فريق يتعرض للخساره، فكده كل الفرق تعرضت للخساره. بس ارسنال ما استغلش خساره السيتي امبارح وبرضه هو كمان خسر. يعني ارسنال بيعاني السنه دي على الجانب الهجومي بالذات بشكل كبير جدا، يعني يمكن الفريق ما بيقدرش يسجل غير من كور ثابته. اللاعب المفتوح عنده مشكله كبيره فيه من وقت تحديدا اصابه مارتن اوديجارد، عكس الموسم اللي فات. بالظبط عكس الموسم اللي فات، يعني الموسم اللي فات كان معاه اوديجارد يعني اتضح حاليا قيمته بشكل كبير جدا لما اتصاب، هو اللي كان بيحرك الفريق بشكل هجومي. يعني يمكن عندك بوكايو ساكا، عندك هافرت، عندك ناس كتير قدام، ولكن ما فيش حد قادر ان هو يوصل لهم الكوره بالشكل الابداعي اللي يخليهم يعني يروحوا في مواقف اكتر على الجول وكده هوت يعني. بس هل غياب اوديجارد يعني او تاثير اوديجارد للدرجه دي على فريق كبير بحجم ارسنال ان هو يعني اما يغيب يبقى يعني المنظر بالشكل ده او حتى الاداء والنتائج تبقى بالشكل ده؟ طبعا هو بص، هو طبعا اوديجارد كده كده قيمه كبيره كلاعب، ولكن بالزبط. احنا بنبص كمان من ناحيه ثانيه ان هو بغياب اوديجارد ما بقاش فيه اللاعب المبدع في نص ملعب ارسنال. صحيح. بنتكلم في ميكل مورينو، ديكسون رايس، توماس بارتي، الثلاثه لاعبين بدنيين اكتر ما هم لاعبين بيقدموا اللمسه الابداعيه. بالظبط، ما عندوش الحلول يعني الهجوميه اللي زي اوديجارد. لو بصينا على مثلا على ريال مدريد فهتلاقيه بيعاني من نفس المشكله، ما فيش اللاعب الابداعي في نص الملعب اللي بيقدر ان هو يحرك الكره لقدام، ياخدها من المدافعين بسلاسه يلعب لقدام. فده اللي بيخلي طبعا الفريق بيعاني جدا في الناحيه الهجوميه بالذات. بالظبط بالظبط. شايف الان بقى برضو اللي دايما برضو يعني من وقت للتاني بتتقال ان محمد صلاح ممكن يبقى اخر موسم ليه، هو كمان قبل كده طلع في تصريح من فتره وقال ان اداره ليفربول لسه ما اتكلمتش معايا، لسه ما حدش اتكلم معايا في تجديد العقد. فشايف محمد صلاح ممكن يخرج بره البريمير ليج من الموسم القادم؟ هو لحد دلوقتي الموضوع طبعا مش واضح ملامحه قوي، يعني ان هو الموضوع ممكن يكون ضغط من الجانبين علشان كل واحد يحاول يفرض يوصل لاكبر قدر من الشروط اللي هو عايز يحطها في العقد الجديد سواء ليفربول او محمد صلاح. لان بس محمد صلاح يستاهل بصراحه، يعني انا واعمل لهم تاريخ واسطوره هناك، يعني المفروض هم اللي يبقوا عايزين وهم اللي يبقوا يعني يدوا له العقد ويقولوا له حط اللي انت عايزه يا ابو صلاح، انت يعني عملت كتير وتستاهل يعني. اكيد طبعا، ولكن هو احنا لو جينا بصينا برضه هتلاقي ان ترينت الكسندر ارنولد، فيرجيل فان دايك، هم كمان عقدهم يخلص اخر الموسم، فانت بتتكلم في اهم ثلاث لاعبين في ليفربول حاليا. بالظبط، فهو اكيد النادي مش هيسيب الثلاثه دول يمشوا بدون مقابل. انت بتبني مش بتهد. بالظبط، يعني انت لو يعني انت لو حتى يعني لو هتعمل احلال وتجديد ما ينفعش مثلا بالثلاثه دول ان هم يمشوا مره واحده، انت كده بتخرب الفريق او بتخلي يعني حتى مهما كان البدائل اللي هتجيبهم لحد ما تقوم على رجلك ثاني حتى لو لاعبين ممتازين. لا دول اعمده رئيسيه في الفرقه، وبعدين انت كده يعني بلغه الكوره احنا بلغتنا احنا انت كده بتخلص على الفرقه خلاص، ما فيش بقى منافسه، ما فيش حاجه، انت بتلعب بقى ايه لمجرد يعني التواجد في المربع. حتى بالكثير قوي ليفربول لو حتى اثنين من اللعيبه دول خرجوا بره ليفربول في هيكون صعب جدا طبعا. طيب لو هنفرض يعني وان شاء الله يعني ده ما يحصلش ان محمد صلاح ممكن ده يبقى اخر موسم ليه، شايف ايه اقرب وجهه هتبقى للاعب؟
والله هو الكلام كتير طبعا على الدوري السعودي ده وكده، بس طبيعي انا بمناسبة بالظبط يعني المبالغ اي يعني. لاعب في العالم، اي لاعب عالمي حاليا بيتم الكلام عنه يعني. ولكن انا يعني ما تشوفش ان صلاح اكتفى لسه من ان هو صناعة التاريخ في اوروبا، اعتقد ان صلاح نفسه اصلا حريص على ان هو يكمل في ليفربول زي ما ليفربول حريص على ان هو يحتفظ بصلاح. فانا ما اعتقدش ان صلاح ممكن يمشي بعد الموسم ده يعني، اعتقد انها صعبة. بيبقى في كلام تاني على باريس سان جيرمان، على حاجات تانية يعني. اعتقد ان هو لو ممكن يمشي اصلا من ليفربول، اعتقد ان باريس سان جيرمان هي الحته اللي يعني لو صعب طبعا يروح اي فريق تاني في الدوري الانجليزي. لكن انت شايف فهو ان هو يعني بشكل كبير او بنسبه كبيره ممكن يفضل في اوروبا. بالظبط يعني، اعتقد ان هو ممكن حد يعني لو خيار زي باريس سان جيرمان دوت متاح قدامه، هيكون هو يعني الخيار الابرز ان هو يكمل في مستوى عالي وفي نفس الوقت يبقى يكون في اوروبا يعني. لكن ما يرجعش مثلا الدوري الايطالي، يروح مثلا فريق زي بايرن ميونخ في المانيا، بروسيا دورتموند، الفرقه برضه تعتبر يعني قويه جدا ودايما بتنافس يعني. طبعا بتتكلم بس يعني، اصل بس كل ده انت اصل كل بتتكلم دول هيبقوا موجودين اكيد يعني مع محمد صلاح اكيد اي يعني. فريق في العالم يتمنى اصلا يضم محمد صلاح. بالظبط. ولكن انت بتتكلم لو الدوري الايطالي يعني، لو صلاح ما قدرش ان هو او ليفربول ما قدروش ان هم يحققوا الشروط اللي محمد صلاح عايزها الماليه، فاكيد انديه ايطاليا مش هتعرف توصل لها، لانه في كل الاحوال اكيد انديه الدوري الانجليزي بتصرف اكتر بكتير ومعاها يعني اغنى بكتير من انديه الدوري الايطالي. فانت بتتكلم لكن في باريس سان هو جيرمان، ما يعني ما يفضلش ان هو يروح نادي تاني في الدوري الانجليزي بعد ليفربول يعني، بعد لا طبعا مستحيل التاريخ يعني، اللي عمله. يبقى قرار غلط طبعا يعني، عمره ما هيوصل يعني. ممكن ان هو لو اكيد صلاح عايز ان هو يكمل يحطم الارقام في الدوري الانجليزي اكتر، ولكن هو بنى اسطورته الخاصه خلاص في ليفربول يعني، ما يقدرش ان هو يلعب ضد النادي. وعنده انتماء لفريقه هناك يعني مهما بالظبط ده تعرض اللي عليه بتكلم برضه. فيه، هو اسطوره لليفربول خلاص للجماهير، فصعب ان هو يلعب ضده يعني. طب بالمناسبة جوارديولا برضو نفس الكلام، الناس بتتكلم ان هو ممكن يبقى الموسم الاخير ليه مع السيتي. هو لحد دلوقتي جوارديولا عقده يخلص مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم دوت، ما قدرش ان هو النادي ما قدرش ان هو يتوصل لاتفاق ليه. الكلام بيبقى مبهم ساعات ان هو خلاص ليفربول بيوصل او مانشستر سيتي بيوصل لاتفاق مع جوارديولا، وهيروح لملاك النادي يتفق معاهم ويوقع عقد جديد. ساعات بيتكلم لا جوارديولا محتاج يرتاح، جوارديولا هيشوف منتخب يدربه المره دي تجربه جديده. ويمكن الكلام دوت ظاهر في الملعب برضو، ان الفريق الموسم دوت بيعاني من مشاكل كتير طبعا، حتى لو في النهايه كسب كل البطولات، ولكن حتى دلوقتي هو بيعاني من حاجات كتير. يمكن الكلام دوت ظهر على عدم التركيز في موضوع التجديد والحاجات ديت مأثر اكتر على الملعب. كمان الفريق بيعاني من يعني في بعض المراكز محتاجه بقى تجديد، زي كايل ووكر مثلا كظهير ايمن، خلاص كبر في السن ما بقاش قادر يدي زي الاول. بنتكلم برضو في مع اصابه رودري اللي اثرت عليهم بشكل اثرت كبير طبعا جدا. كبير. فالفريق يعني لحد دلوقتي اللي هو يعني بتقول ان هو يعني اللي ظهر دوت بوادر موسم اخير للمدرب، ولكن طبعا في النهايه يعني هو كل سنه بيبداوا مش بافضل شكل، وفي الاخر بتلاقيه مكتسح كل حاجه يعني، وتلاقيه يعني انت جدد يعني انت ما تتوقعش ان يبقى في مفاجاه في البريمير ليج في الموسم الحالي؟ شوف هو طبعا كل شيء وارد يعني. في البريمير ليج، ولكن هو نوتنجهام فورست عامله لحد دلوقتي اداء ونتائج طبعا خرافيه بالظبط، بتتكلم في مش المركز حد الثالث، يتوقعها. ولكن صعب جدا ان هو يعني يستمر يعني. هو الفريق دوت نفسه بعناصر ما تختلفش كتير، كان بينافس السنه اللي فاتت على الهبوط. صحيح، ما ده الغريب في الموضوع، هو ده الدوري الانجليزي. فانت بتتكلم هو حد دلوقتي عامل الاداء او البدايه الافضل في تاريخه في الدوري الانجليزي، ولكن صعب طبعا ان هو يعني مفاجاه. ممكن في النهايه يتاهل لبطوله اوروبيه، وده هيكون اصلا انجاز بالنسبه للفريق الحالي كعناصر وكمدرب وكل حاجه، ولكن اعتقد المفاجاه دي صعبه قوي يعني. ان هو بيتكلم يعني مثلا ليستر سيتي لما عمل المفاجاه بتاعه التتويج بالدوري الانجليزي، كنا بنتكلم في الفرق الثانيه التوب 5 كلهم كانوا بيعاني من وقوع في المستوى. حصلت من كام سنه يعني، هي كل مثلا 10 سنين ولا حاجه ممكن تحصل مره في الدوري الانجليزي. بالظبط. انما دلوقتي انت بتتكلم في اللي هو ليفربول موجود، مانشستر سيتي موجود، ارسنال موجود، حتى تشيلسي بدا يستعيد مستواه. ف صعب جدا ان يعني ان هو يتغلب على كل دول طبعا. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه. يا استاذ عبد الرحمن بشكرك شكرا جزيلا، اتكلمنا في حاجات كتير اكيد بتخص الدوري الانجليزي.